شويه طول له ربي في عمره. ما نقول لك 90، ما نقول لك 72، ما نقول لك 106، المهم من بكري ذاك الشيء. ويا اخي راه هو الفات كاين اللي يورث حواش في الفصاد، كاين اللي يورث دار في اوده، كاين اللي يورث السكر. قال السكر راه وراثي غرام ونص على جبلات سليليات اللي اخطوني في راسي، ما تخلوا لي املاك ثاني وسكر صح ما تخلوهاش. الشيخ هذاك وارث الفم، فمو 32 بين ضرسة وناب وضرسة الأقل والدنيا كاع مكسرين مجمول. راك عارف البلوط ياكلوه بجلوف، لوز لوز، راك عارف البقلي كون تعرضوا على البقلي خصخص قميطة كيما هي تاع بقلي كونكاسي تروى ويت هذاك لك حاجة يريش في فمه. معروضين في عرس صحة لبس عليه الشيخ هذاك يحسبها العافية. معروضين في عرس يا اخي المشيخ عندهم زوج حوايج يشتوهم، راها دخلت الباقة تاع شهرية يشتوه هذيك الكلمة، ويشتون تاع ديرو خمسات. ايه ديرو خمسات ديك اذا دار لك ركبة ونص هاك ربع ايام ما تنوضوش. تحطت القسعة هذيك والقسعة يا اخي زهور، قسعة مقطية باطرافها باموراها خمسة شيوخة قرح كبار فيهم شيخنا اللي لبس عليه والاخرى كاع بكادافر. واحد نصو طونسي وواحد هادم وسكر، واحد الوقفه ما كانش خايلك مويه بالمخاد جيبو خما يتخدى دارو له حايطه تاع زبج جابو له كاع تاع الفوبلاف خلط له زبج خاتم ما باش يشدو يا جانو مبروك. هيا المهم قلت لك قابلوا سيد، قابلوا مصح هذاك نهار اللي تحط الطرف ورفدوا الفوطه هذيك العطيره مول الفم يطيح عنده طرف صحيح ذكر من المفصل للمفصل طابق طابق كيما هو مش داخل الفصالي كل سيدك اللي كان يقطع عمل قهار ناترو قبرو كتواك وحطوا الشيخ والشيخ هذاك اللي ما عادوش الفم مخلوق في مقدر دوغا يطيح له الطرف نتاع الصفاق هذاك هذيك كويتي ذيك وملولين هالو جماعة داري له فيها كيردو تحسبها رولي راك عارف نهار الافتتاح لقاها 42 والفم ما كانش والشيخ هذاك عنده 15 سنة قيمص ماكلة كاع ما كانش تعطي له الكرواسون دلاع كاوكاو المذيق عنده 15 سنة متفرق معاه طاح له ذيك البليق هذيك ما عرف منين يشدها بس عليها بروك لقى المص ما يقطعش يعطيها الواحد يقطعها له ما كانش ثقة يقول لك جي قطع فيها اين حديث جي الفيرا هيا المهم ما كانش قابلو شويخ هذاك قال لك يا ودي انا هذا الصفاق وراني حاصل فيه درك نشوف العريض هذا وش يدير في طرفي يا اخي العريض قال لي محمل البصر راك عارف عقب عليه هذاك الطرف كي اللي عقب عليه شيلي وجبت العظمه الشيخ ذاك شرك قال له لي معاود لك البلاتفورم وين قال له الحاج في البلاتفورم الفيامز لا راك مركب ولا ارقام ولا وشني وشني لك حي قال له الحاج فمي تاع لا ميزا قال له ايه تاع لا ميزا هذه زهور جاي يا ولدي طيح عندي فمك وش ندير بيه هيا المهم تفرقوا على ذوك الاطراف بيتين لنباتات ربي ثلاثة تاع الليل ثلاثة تاع الليل يا اخي السونتر نتاع المشكلات والفجايع وعيا القفلة ذيك ثلاثة وزوج دقايق ذاك الشيخ هذاك بصحة نوض ودرس توز خوخ راك عارف تحكموا الدرسة توقفوا على الظفر راك عارف كي ناض والشيخ هذاك قلت لك 90 سنة جامي سطرت عليه الدرسة راك عارف ماهوش مأمن باللي الدرسة قادر يجيها نهار تسطر يحسب الدروس كيما شعر كان نفحتك نحهم ما نفحتكش راكم خليهم مطوقين كعرف الشيخ كي ناظم على السطر تاع الدرس هذاك خلاص عاد يحكهم ما صابش منين يعقب لا عاد يحك هنا عاود يهبط يحك لتحت عاود يهبط كاع من بعد ما كان شعل هذا وقبل المرايه يحسب كجانيه شهادات والله كاش عابد راهم تحضنوا شعل المرايه لقى روحو قوح حل فمو لقى دروسو كيما هو من بعد عاد يهدر معاه ودركا ما تنعديش بليس ثلاثه تاع ليله لازم نوض ونتحدث معاك انا ونتهنزر وشني
ما شديتي تاع كنا معرسين بويل مبسوطين ناكلوا في الحم مع بعضنا حنا طحنا طرف ذكر وسيد طاحت له بليقه والو وزيد السطر خيق ومن بعد الشيخ ما يعلمهاش الحرنة وتا يهديت ما عندوش عاد يذكر اسطري في قرضك اليوم راه دال هذه هي راه نهارات وراه دلات خذ معطك لك بصح حقا قدوة حقا النهار مش دايبات حقا يجي هادي ديري وقراء تفشي تفشي يا زينة ما كثر وجحدناها تفشي لو مطلع نهار ولا نطلع ليك راك عارف النجمة الأولى يجي نهاية فروج الساعة دي والله انت ولا قد صبح اليوم اليوم انا اللي نذر لك ماكش انت غربي البس قندورتو ويجي خارج البر يجي خارج البر قال لك الاول نقول له وين راه سيدي نحلي في دونتيست واحد بيت بسطر ماهوش كيما واحد نايت صباح لسه عايشين في الهواء والاز وداير قارو هيا المهم تلاقى مع واحد من اللي جان تاع الوقت تالي هذون قال له ابني شوف الرحمه على والديك اللي نحفظون وين الشيخ راك عارف كون قرضو تقول له ها هو راه ماهوش طايق قاعد تقول له راه والله وطاح في الطفل ذاك رايح قال له شنو هي الحاج قال له اللي نح اللي نح في دون وين قال له بون الحاج درك انت يا صلاتنا عمي راك درك واش نقول لك الحاج تقدر انت يا عادي هي راه والشيخ راه نص وسطر وتفرع لي مصر القارص الحاج انت درك راك قادر قادر ما تنحى شني قال له راك قادر ما تنحاش ورا الحاج راه شوف تروح منا طول انت قادر تحوط له بصح لا انت روح منا انت قاصب راه عليك قال له شوف تلحق الحاج للبنيه ذيك وطفل يدير في لاكارت احبس الحاج هاني قال له تروح منا طول تلحق للبطيمه هذيك تطلع البروميير الدوزيام على لا دروات راك تلقى دونتيست هذاك ينحالك ولا عم بحرك ولا الله لا بريد كاع هيا كيما كان الحال الحق شوي خذاك وبه السطر وعاد قندورته وقويك تا يخرج الدونتيست الحق طلع البروميير الدوزيام كي دار معسكالي راحت له لا دروات من لاكور هي على دروات صح كاين دونتيست بصح على لاكوش كاين محامي افوك ويبطها عاد المحامي يلقى السكرتيرة لسه جايب داموزي الخبار وتمسح ودايرة شوية موسيقى في التليفون إليسا بيتمون بيتمون على القلب اللوز راك عارف يجي الشيخ ونقول لك حاجة على صباعه يجي هاك وحاط القندورة هنا دخل لك الموسيقى والمسيح وراه طفلة ذيك تركت من الأرض دارت فيها قلت له ليمون ولا واحد أخر مول الحانوت وين كي قال لهم الحانوت عاود تفكر بلي راه خدام عند محامي وراه كون لقى كثر الهضرة يدخلوا الحبس عاود تلمت الكراج تاعك قلت له الاستاذ راه راك يصبح قول لي وراسي قال له شوف يضرب ضرب ضرب تاع الميه تلقى يلو يشم خراسو في دارهم يحفوا عندي سيدة جبت التليفون والمحامي ذاك اول نهار يفتح يفتح يرزق اول قضية بيبات الاستاذ عاود لها قال لها واش نبدا نجيب واحد يضرك قالت له لا استاذ راه كاين واحد الشيخ هنا وراه باين بيت في الزعاف وراني شاكته مشكل نتاع عارض حقا جوي هنا راك عارف يصب المطر ما نوضش يحجب ينوض البارود نوض الفصالي هنا انا لا عرض منه انت تحرض مني ايه قالت له يا ودي راه بالك قضيه نتاع عارض تجي درك المحامي ما يكونش من العاجزين وقرب القمة جاية تاع الكوتشي هذيك والكرافاطة وسيرفات مو اديداس من تحت جي داخل الزلق طول تحت الدير وقول لها دخليه دخليه قد خلص يا شيخ قرب كذا قال له شوف ابني لا قرب لا واش راك لا واش حالك لا كرطوس ربيع انا تفرقني انا ويا هضر محامي كان شاد قلم رصاص حك وقال لك يا حسرة افير تاع طلاق سهلة قالوا يا الحاج الله ينعك يا بليس قول هل هي تنعى البليس اللي تدير في الاحساس عند ثلاثة تعلي ما قررت فيها لا عشرة لا دلال لا غوغ ربي لا مداوسة لا تخنزير ما خافت من والو لا عقاب عند ثلاثة تموت تديرني في الاحساس قالوا صح الحاج ما حطهاش قالوا بصح كوما مكبر بالك قالوا كان خلات لي بالي البارح عييت الراود فيها وما باتش
قال له يا الحاج بصح رانا كون نفرقوكم درك راك انت الخاسر. قال له والله والو راهم ثلاثه حداها غير قول. قال له يا الحاج لك راك ماكش مطلي وخانقها خانقها راحت للحج قعدت 20 سنة في فرنسا غاتتنسب كاع ما دم منهون هذا نهار تالية. قالوا الحاج لك راك ماكش تصرف لها وماكش توكل فيها زين يا والبنان كلاتو في 70 اللي كانت خاشي تشوفين خاط تصور. قالوا ماني ناكلها لا في حلاوة ماني نجيب لها لا في حلاوة لا في كابريز خايفها قلتك حال بها تقعد خبايبة. قالوا لا عقاب الثلاثة انت الليل تدير لي الاحساس ما قتل اطلقني ناخوك اطلقني. قالوا الحاج صح ما عندهاش حل هذه جبد الورقة وستيلو بدا يكتب وشنو هي تزيد تعزم لها بروك تزيد تسبب لي ليها. قالوا الحاج نسبب لك هني نطلق لك في السيدة. يا رجل وش تطلق؟ قالوا نطلق لك في العزوج. يا رجل عزوجي. قالوا الحاج حق راك شي يطلق. يا رجل انا نطلق ننح في ضرس اقعد المحامي من هاد قلبها بطل المحامي وعبد الباكو راح يقرا دانتس.